تخدموا فيه غتلقاوه هذاك البرنامج مخدوم على هاد القاعده. المقال التحقيق كلهم كيتخدموا على هاد القاعده، ولكن كتزاد لهم بعض القواعد اخرى نتوما دابا ما عندكم ما ديروا بها حتى تكبروا ان شاء الله، وملي غديروا الصحافه غتعرفوها. نتوما بقاو دابا غير في هاد المستوى صافي. اذا دابا انا غادي نوزع عليكم واحد النماذج ديال المقالات، وهذا الشيء اللي شفنا غادي تحاولوا تخرجوه من دوك المقال صافي. ياك صافي. صافي كسو هكا اقراوا هذا المقال. اقراوا فين الصحفي جاوب على هذه الاسئله السته؟ قاعده الهرم المقلوب. اجوبه المقال كيكون عنده صوره وعنوان. ها دائما الصورة والعنوان. والعنوان دائما كيكون ما بين ربعة، أحسن عنوان كيكون ما بين ربعة حتى سبعة كلمات من ربعة. شكر جزيل للمدير مؤسسة السي حسن الغالي اللي فتحنا هذه المؤسسة ورحب بالفكرة، وكذلك الأساتذة اللي شاركوا معنا أستاذ حسن الدو أستاذ عارف أستاذ فاطمة والتلامذة اللي خرجوا كنشكروهم. إذا نتمنى إن شاء الله تكون هذه بداية خير، وإن شاء الله يكونوا فدنا التلاميذ ديالنا إن شاء الله. وعلاش كنا كنقدموها كل سنة إلى كتاب؟ بدوري كنشكر أولا المؤسسة اللي نشتغل معها مؤسسة كبير سيكزو اللي فتحت على المؤسسة التعليمية ونظمت هذه الدورة التكوينية في مجال الصحافة والإعلام والتصوير. كنشكر كذلك مؤسسة القدس بجميع مكوناتها، الإدارة التربوية ديالها والمدير، على أولا خصكم تعرفوا هو أنه يعني الشركة كبير سيكزو فهي منفتحة على الى جميع المؤسسات التعليميه، وكترحب اي مبادره في هذا الجانب هذا ديال اننا نكونوا الناشئه ديالنا الاطفال. شنو هي مهنه الصحفي الى اخره، وكنتمنوا انكم في المستقبل نشوفوا شي صحفيين من مدرسه القدس ومن هذه المجموعه بالذات والصحفيات اللي يكونوا في المستوى ويشرفوا المدينه والاقليم. ودوري انا كنجدد الشكر لكم انتوما كتلاميذ اللي شاركتوا وعلى الانضباط ديالكم، وتحيه للجميع وشكرا جزيلا. دوري كنحييو وكنشكرو شكر جزيل كرسيف زوم على هذه المبادره ديال الصحفي الصغير اللي تاحت لنا الفرصه اولا بالنسبه للتلاميذ اللي انخرطوا بواحد الشكل ايجابي
في هاد اليومين ديال الدورة التكوينية. كنظن بأن الأطفال خداو فكرة على ما معنى الصحافة، مفهوم الصحافة، أبجديات الصحافة، لأن كانت ربما عندهم واحد الفكرة غير أن الصحفي هو ذاك الإنسان اللي كيبان مجرد في الصورة في التلفاز ولا كيسمعوه. يعني مهنة الصحافة راه كتعرفوا راه مهنة ديال التعب. كنظن أن الإنسان إلا اجتهد وثابر راه يقدر يخرج كي قال الأستاذ الصحفي ويشرف لنا حتى المؤسسة. ومن هذا المنبر كذلك كنشكر الاساتذه ديال المستوى السادس لا الاستاذه فاطمه ولا الاستاذ مصطفى على الخيارات الايجابيه ديالهم في هذه الدوره التكوينيه، والاستاذه حفصه القرو كذلك صاحبه الفكره، وكنحييها من هذا المنبر لان لمسنا بان كاين واحد الاستجابه كبيره بالنسبه للاطفال، انهم مجرد انهم ما سمعوا اننا غادي نديروا واحد الدوره تكوينيه في الصحافه راه كلشي بغى ينخرط في هذا المجال. مره اخرى اجدد الشكر الجزيل لشركه قرسي زوم على هذه المجهودات اللي بذلوا معنا، وكنتمنوا ان ماشي هذه اخر دوره، اننا ان شاء الله غادي ينخرطوا معنا وغادي نديروا دورات في المستقبل. وبدوري كذلك ما لا يفوتني الا ان اشكر السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية على الثقة اللي وضع فينا. علاش؟ باش حنا نشرفوا المديرية الاقليمية، لان بحال الدورات التكوينية وهاد الانشطة اللي كنديروا للاطفال واللي كتدخل في تفعيل الحياة المدرسية راه كتعطي واحد الاشعاع ماشي غير المؤسسة ولكن حتى المديرية الإقليمية. والسلام عليكم. بالتأكيد إن شاء الله ما غاديش تكون آخر دورة. إحنا إن شاء الله في وغتكون أنشطة أخرى إن شاء الله في أبطال هاد الدورة ديال التكوين. إن شاء الله تكون لنا تسهل هذه الميزة من الجهة ديالك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.